وحدات تكييف وتوظيب التمور ببسكرة على قلتها تعاني عجزا في اليد العاملة خصوصا النسوية، والعينة رصدناها من بعض العارضين في الصالون الدولي للتمور. نحن المؤسسة تاعنا ترفد 100 عاملة، باسكو حنا نوظفوا العاملات من بين دركا مي رانا واصلين غير 20 عاملة. كاين اللي تحب دخل كبير في اقل مدة، كاين اللي تعرف المشاكل هذه اللي راهي كاينة، يعني مش غير في المجال هذا تاع التمور. إغراءات كثيرة يقدمها أصحاب المؤسسات لكن بدون جدوى، والمبالغة في رفع الراتب الشهري لها آثارها السلبية. طلعوا فما اليوم حتى 120 دينار مع امتيازات أخرى غالية علينا، يعني احنا ما قدرناش ذكا به، لازم ثمن بعد بيع السلعة لازم نبيعها بسومة عالية. الوصول إلى اليد العاملة عبر وكالات التشغيل صعب يقول الباحثون عنها. احنا نديروا دي دوموند لانام ما يشتبعث لنا، ولا كي يجونا يحبوا يخدموا لازم يقولوا لنا ما نسحبش لاسيرونس. اما الحل فيكمن في نقل الورشات الى حيث توجد اليد العامله. نفتحوا فرع من المؤسسه نتاعنا، سواء بار اكزومبل كيما سواء بوسعاده سواء باتنا سواء بجايه، ما في باسكو اللي كابيل مشهورين انهم يحبوا يخدموا. ازمه نقص اليد العامله طالت قطاع الفلاحة وطالت أيضا وحدات تكييف التمور، فمن قال ثمة أزمة بطالة.